اهلا بيكم في يوم جديد. طبعا لما نشوف المنظر ده نعرف على طول ان احنا رحنا كده على الصعيد وجبنا من عندهم ويكا وجينا. ممكن تكون طرق مختلفة من حد للتاني، يعني ده بيعملها بطريقة وده بيعملها بطريقة، بس هي في النهاية اساس البامية الويكا انها البامية الطويلة اللي هي بتبقى لونها فاتح كده وبتبقى حلوة، يعني بيها هي بتتعمل باي بامية بس بتبقى حلوة بالبامية الفاتحة او الرومي. الويكا ميزتها انها ما فيهاش تسبيك الطماطم، يعني احنا بناخد طعم غني من الشوربه اللي بتتعمل بيها. من اساس نجاحها الشوربه تكون حلوه، شوربه حلوه عملنا ويكا حلوه كلناها حسينا انها كده حاجه خفيفه وطعمه وممكن تتاكل من غير لحمه، يعني يكون عندنا شويه شوربه فايدين نعمل بيهم ويكا. تعالوا مع بعض نشوف وصفتنا ازاي. بصوا الباميه الويكا ما بتتقمعش، بتتقشط على طول وبنقطعها بالمنظر ده شرايح صغيره، ما تكونش شرايح تخينه، شرايح رفيعه. انا سلقه لحمه، هاخد الشوربه بتاعه اللحمه علشان اعمل فيها الباميه الويكا. النهارده هعمل الويكا بطريقتين. هاخد الشوربه وهعصر عليها ليمونه، ولازم تغلي كويس جدا قبل ما نحط فيها الباميه. الشوربه بتكون اعلى من حجم الباميه بحاجه بسيطه، يعني لو حطينا الباميه وحسينا انها محتاجه شوربه تاني جنبي الشوربه بتغلي هروح واخده منها. هاخد حوالي 4 فصوص ثوم. انا هنا عامله كميه باميه، يعني بالنسبه للكيلو هتحطوا 3 فصوص تقريبا، فصيله على حسب ما بتحبوا. لسه برضو التقليه. الشوربه اصلا فيها الملح بتاعها وفيها الفلفل الاسود، لو تلاحظوا الشوربه هنا فاتحه ليه؟ وانا بسلق اللحمه حطينا الفلفل الاسود صحيح علشان ما يغمقش لون اللحمه وتغمق لنا الباميه، وطبعا محطوط لورا وحبهان، يعني اسلقوا اللحمه حلو هتطلع لكم شوربه حلوه. هبدا انزل هنا اهوت، هسيب الباميه هغطيها وهسيبها تغلي 10 دقائق على النار، وهقول لكم دلوقتي هعمل ايه. الباميه هنا هقسمها نصين، انا هاخد نصها وهعملها طاجن ويكا. انا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها طاجن ويكا، بس حد يعني صديق ليا في بلدهم في الصعيد برضو بيعملوا طاجن ويكا. انا سالته بيتعمل ازاي، قال لي نفس طريقه الويكا بس بننقلها في طاجن ونحط بقى معاها لحمه، دي ما بتبقاش قرديحي، بتحط معاها لحمه وبتدخل الفرن، تطلع من الفرن نعمل لها نفس الطشه. فانا هاخد بعد 10 دقائق نص الكميه دي احطها في الطاجن، والباقي هسيبه يكمل هنا علشان نمشي فيه مراحل الويكا العاديه. كده عدت 10 دقائق على الباميه، هجيب بقى طاجن عشان افصل الحبه اللي هيتعملوا في طاجن. هسيب اللي في الحله 5 دقائق تاني او لحد لما ندوقها نحس ان هي كده سواها مظبوط. هنحط على وشه اللحمه، ممكن بس مسحه سمنه خفيفه قوي لان احنا لسه هنعمل طشه لما يخرج من الفرن، مسحه سمنه بس خفيفه كده على اللحمه عشان تساعدها على التحمير. هندخله هيكمل سواه في الفرن واللحمه وتحمر على وشه ونطلعه نعمل له الطشه. نحط برده رشه كزبره خفيفه كده بتدي ريحه حلوه قوي للطاجن. الويكا عندي هنا استوت خلاص في الشوربه وبقت نسبه الشوربه اقل منها شويه، هحط عليها حبه من الكزبره الخضراء. بصوا بقى احنا قدامنا حلين، اللي عنده مفرك زي حالاتي هيعمل بيه، اللي ما عندوش مفرك ممكن بالهاند بلندر او باي مضرب سلك يدوي. هوريكم برضو المضرب السلك اليدوي، شايفين المضرب ده مضرب يدوي ورخيص وسهل جدا. نعمل كده اهو وبتفرك اهو وبيفرك، وطبعا احنا مش هننعمها قوي بس انا عندي المفرك فهعمل بالمفرك، هقربها مني واعمل بالمفرك. ميزه بقى المفرك انه مش بيهريها، يعني بتبقى برضو فيها حتت، حلاوتها انها ما تبقاش مهريه. بصوا انا سايبه فيها حتت، انا ما بحبش اهريها خالص، مش ناقص غير ان احنا ندق الطوم علشان نعمل الطشه بتاعت الكزبره. هعمل دلوقتي الطشه للطاجن وللويكه. هنزل بالطوم، دولت حوالي 6 فصوص ثوم كبار.
هنحط الكزبرة الناشفة، هنحط الطشة هنا وعالطاجن. وادي الباميه الويكه اللي عملناها وفركناها بالمفراك، قد ايه هي سهله وجميله وممكن قوي. هي بتتاكل كده بعيش مع شويه بصل اخضر مع قرن فلفل حامي. على فكره الوصفه فيها قرن فلفل حامي، بس انا وانا بعملها في ناس قالوا لي احنا عايزين ناكلها من غير فلفل فما حطيتش، بس انتوا حطوا قرن الفلفل اللي بيحبه بيديها طعم حلو قوي. كمان الويكة بقى اللي هي معمولة ديت في طاجن مع اللحمة، جربوها، هي مش ناس كتير بيعملوها بس هي وصفة حلوة تستحق التجربة بجد، جربوها هتعجبكم. وريحة الطشة كانت فظيعة. حاولوا ان انتوا تعملوا الطشة بتاعت الويكة بسمنة بلدي بيضة، بتديها طعم حلو قوي، السمنة البيضة مش الصفرة. يا رب وصفاتي النهاردة تكون عجبتكم، لو عجبتكم وصفاتي استنوني في يوم جديد. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.